حير الزاق يا كريم يا الله يا الله لنا الحق مثل ما لكم، والسد هذا عمرناه حجر حجر. قسما بالله اللي يمشي خطوه واحده انه نهايته هانه. السد عيتغلق يعني عيتغلق. ما عيتغلقش، وما لكم حق تحرموا الكل من الماء. ان من هو الكبير فيكم ذا الحين يا ريح؟ او قد وكلتوا حميد؟ حميد كبير من يومه واكبر من اكبر شنب فيكم. من هذا الحين تشتوا تغلقوا وسد؟ هذا آخر ما بيننا وبينكم؟ أنتوا الذي خالفتوا المراكيم يا عابد وما التزمتوا بها، وهذا نهاية بيننا وبينكم. أنتوا من طريق وإحنا من طريق. هذا آخر كلام؟ أيوة. هيا ناهي. هيا شيء أنا خبر. هيا هيا. ليش هكذا يا عم؟ ما دخل مراتيب السد والمشاكل، خلي الموضوع هذا على الرجال وهم يحلوا. ما بش عندي حل، وقبل ما تكون مرتك هي بنتي، وبنتي ما بتعيش مع المجاورة. يا عمي هي بنتك ومرتي وام ابني، واللي بيدفع لها هذا حرام. اخطي يا بنت. اسمع يا فرنس، ورقتها توصل قبل ما اوصل البيت. لا حول ولا قوة الا بالله. اي حين نزاح القمة هذا ونرتاح؟ بدي ارجع لك امك يا ولدي.
حميد أمانة يا ابني، شلينا عند خيزران المسكينة بتولد من قبل العصر وما حد عندها إلا جميلة، وجميلة ما تعرف تفعل شيء. أنت بتسمعي الرصاص والقوارح، القرية بتحرق وأنت بتهمي لي خيزران، كان زوجها يجلس عندها. يا ولدي الباب جنب الباب، ما بش عندنا نسوان يخرجين هذا الساعة. انتبه على نفسك. وانت يا عمة لا تزعلي نفسش، حميد تعب وكمل صبره، الله يرجعهم لنا سالمين. الله يهديه ويصلحه يا بنتي. يا رب يلا امتدي امتدي يلا. بسم الله بسم الله امتدي دلا 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 دلا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا الله. دفي دفي دفي. ايوه امتدي كده بس. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله جميله. بسري بسري ناصر ليكون في الطريق. يا رب للحين انت فكري في نفسك. يا رب يعلم الله أينو ناصر للحين، وبعدها هو بيفكر فيش مثل ما أنتي بتفكري فيه. أنتي للحين على أولاد. هكذا ضيقنا على المجاورة، قفلنا عليهم حياتهم. وعادك أشيك تفتح عيونك وتنتبه لسهد وتشوف لي عينو ناصر. لا تهم سد، احنا رجالك. اما بالنسبة لناصر اكيد رجع لأصله، المجاوري يظل مجاوري. لا تسرع يا حاج عابد. انا ما نفعل بالمناقب هذه، وقد وصلت بيننا وبينهم لنا. وعلى أساس ما توصلش للدم لازم نحل الخلاف هذا، وعلينا أن احنا نعترف بالخطأ الذي ارتكبناه. والحق يقال، أنتوا دخلتوا على الرياحنا بالسلاح، وهذه كبيرة بين القبائل. أنا متوقع كلامك هذا. افهمني يا حاج عابد الله يحفظك، افهمني، أنا مش قصدي أي شيء، فأنت أخوتي وأهلي وعزوتي، والرياحنا أخوالي وانسابي، وما يرضينيش أن الخلاف هذا يكبر ويتسح بينكم هكذا. لحظة لحظة يا حاج عابد لحظة، أنا أوعدك أني أحل الخلاف هذا، وما يمسكم يمسني، وما فيش داعي نكبر الموضوع أكثر من هذا. هذا إذا خرجت من عندي. جميع هذا كله ما قد معانا. والله ما أنا داري راعي راعي لي هنا شو أصير بسرعة أجي. مسعود وضع طريقكم من هناك، بس ما قلقتوا على سد عنقلق عليكم الطريق. يلا ليش هذا كله يا مجاورة؟ لي احنا نجلس طول عمرنا في المشاكل هذه لي حين خيرة الله. أصلاً المجاورة غلقوا الطريق، معنا طريق ثاني من هنا جاي بعدي، ما نفعل ما نسوي. خيرة الله سنكون خلال جاي استضاي. جميلة أي حين عجي هذه الذي قلتم عجي تولدني. بس 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 يا رب. اصبري يا خيزران، هذا مسعود صار يديها للحين أتوصل. يا رب يا رب يا الله. تحملي جميلة سلم على تفعلي لي. بسم الله يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله.
وصلنا وصلنا قربنا. هي صباي يا ساتر. هذا اين البيت؟ ها اين البيت؟ وذا البيت انا قدبي قدبي سريع القريب تحرق. يا الله والدبور انما جا الاولاد هذا يقعنا اليوم هذا. قدبي 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 قدبي. يا الله يا مسعود يا مسعود قوم القريه حرق الحطب. اشرب القهوة عشان ترتاحي. مشتيش مشتيش تعبت من هذا. سهل سهل شبيها أمد ما تجي القابلة. يلا ها. يو يا جميلة. هي. ايوه يلا خلاص شبي شبي. يلا يلا بس انك يا ناصر. يلا يلا لا تخرجي من البيت الا لما تحدى المشاكل في القريه. حاضر. ولا تفتح الباب لحد الا لو مرجع. طيب حاضر. مش نبهت عليش ان هذه المره ما تدخلش بيتي ولا لا؟ لا هي سهل سهل مش وقت الحين. كيف انت يا ناصر؟ الحمد لله. خيزراء خيزراء قم يلا يرضى عليش. أنا مش ناقصة هدايم بعدها لو حصل في شيء أقول ناصر إنه بسببي. خيزراء عمري ما قدرت مثل هذا التعب. بنحس مالها هذه كمان تأخرت. أين أنتي لهذا الحين؟ الطريق بعيدة المرأة قديعة تموت. ما دراش أنتي دي لي معقص اليدي. لا تخافي يا حبيبتي الله يسرع ويشتغل سالش. لا تخافي لا تخافي. يا رجال اللي حرق الحطب حق القرية هو من المجاورة صابر محفوظ. أنا سايري قريتهم حرم لا أحرقها باللي فيها. في قريتهم أخوان لنا وأقارب وما نشي زي دلفتنا. يا زين واللي احنا فيها الآن ما تسميه. خلاص يا جماعة الذي حصل قد حصل. أهم شيء عندنا تفتحوا عيونكم على مداخل ومخارج القرية وباب القرية يتقفل من الآن. ولا يهمك يا حاج مقدام الا نقفل الباب ونحرس القريه. بس به رجال من المجاوره خارج الباب. زيد عبدول غلقوا الباب. ما حد منكم سال نفسه وين ناصر؟ يا حاج عابد أنا مش طفل علشان تحتجزني عندك وتقول لي يفعل وما فعلش. خلو هذا يرحل بعد مرته. تشتي الصوت يا ناصر كمل صبرنا عليك من عين تعقل ترجع تعيش بين أهلك وتقع مجاوري وإن ما بش منك جالس غير بعد مرتك وبعد الرياحنا. أنجد المرجلة حقك. المرجلة عندي يا حاج عابد.
إني أشتي حل الخلاف بيننا وبين الراحلة، وبعدها ما يحق لكش تفرض علي أين أعيش وما أعيش. أعيش أين ما كانت فيها أهلي وأرضي وبيتي، وما يحق لك لا أنت ولا غيرك تتدخلوا في حياتي يا حج عابد. كلامك صح يا حج عابد، بس عيالنا عاد يتهم وحياتنا عاد شتت. وأنت مثل بعد مرتك، أنتوا الاثنين بعد نسوانكم. اسمعوا، معاكم خياري، يا تعيشوا في القرية وتجعوا مقاورة ولا تخرجوا منها ولا عاد ترجعوا أبدا. تعال يا شحمتي لا تخافيش، ذا العين بدو ولدي، ذا الحين بدو ولدي أختي، هذا لو امسكي هذا عبو الثاني. ناصر ناصر فن عسير ابن عمي، هذا سير لبيتي واهلي. انت داري ان الليل مال صاحب، امسي الليله هنا عندنا والصبح الله يفتح عليك. لا لا يا فراس، مش قادر اتاخر ولا دقيقه واحده، مرتي يمكن تولد في اي لحظه. الله يسهل لها، بس انا خايف من الرياح ان لا يفكروا يعملوا شيء. ما تقلقش يا فراس، وانت لازم تروح البيت الحين، لان الوقت متاخر وليل وحيكون خطر عليك وحيحلها الله من عنده. الله كريم ان شاء الله. يلا خلاص مع سلامه الله. مع السلامه. يا رب استر. وهذا ليش ما بيبكيش؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الصلاة. صلاة يا ولدي. يلا يلا يا أمك، سمعت هذا، الله يحفظك يدي لك العافية إن شاء الله. الله يرضى عليك دنيا وآخرة يا ولدي. يلا بنا شربوا. أنت أعلم وأنا ما أعلم، وذاك الطير لي حوم. لا يا الله، وأنت أعلم وأنا ما أعلم، وذاك الطير لي حوم. لا يا الله، وهي طالع وهي نازل وهي حازب زكينه. لا يا الله، وأنت أعلم وأنا ما أعلم. قويت يا ولدي قويت. الله يقويش ويعافي شمه. حيا حيا، هات يا تي جي يمه، اجلس يمه. صباح الخير لست البنات. وين ست البنات يا ولدي؟ المفروض اننا جده. انت داري يما ليش مشيش الزواج؟ داريه
عسى بجلس طول عمري وانا ست البنات. ما عشان تجلسي 6:45 دقيقة. يا ساتر ولا غاجة الذي فيك. هيا جي 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 انعد سير جي نصطبح. يما حانك عند الشمس جاي هانئ. انا شا ساعد شا نشا قمش شا بزدي مسكي يا لطيف جاي يما حانا جاي الله والشم يمه انا ما تزوجت عشان ما نحرمش من هذا الطعم هنا روحك مالش يمه ولا شيء بس اتذكرت ابوك ما كان يعجبه يصطبح الا بين الزرع وكان يعجبه كل شيء دافي الله يرحمه وينو ذا حين يجيب سرين كيف من باردتها طيب جاء ها سكوبي لي راح وش كيف حال بارد بارد ولا دافي حميات دافيات هذا تسكب لك أنت الله يحفظك يا ولدي ويخليك لي ولخواتك آمين يما الله يحفظك أنا مش إيش تسلع يسلمك سكوبي سكوبي ليش يما مشتيش مش قلص واحد بس لغا جاهي بين أقول مشتيش هيا بسم الله بسم الله سلمى شلي الباردي حقي معش وأنا من عي طلع الباردي حقي طلعيه انتي جبرش وأنا يا سلمى عبي لي معش راوية طلع الباردي حق ريحانة على سبت تصير ساعد أمي وتصلح الغداء صلحت أمس اليوم انتي ما هو يعني كل يوم عليا يلا خطاي راوية ادي عبيلش وطلع الباردي حق ريحانة وانا عد عبيلش ثقي طلع انتي اطلع انتي وهي طلعت ارواحكن هيا يا سلمى ما رايش هذه المرة المال جدتي والمرة الثانية لكم ما نقلش ان ام حميد تشبعنا هيا وانا في داش طماعة مثل جدتها اسمعي هذه المرة لنا احنا بغير ماء والمرة الثانية لكم لا بدنا جاوع قد لي خيرت من الصبوح أصامنا الصياح يا لطيف والهوار الذي فيك تلحن خواتك عايجين وتغدينا جمعة بين أقول رزق السلام عليكم وعليكم السلام حيا حيا بولدي حيا كيف حالي شو أمك أولا قل لي أين أنت أمس ما جيت تتغدى كنت عند أمي سيدة غدا كل نسوان القرية أمهاتها أمي سيدة أم حمي أم يازي أم خديجة أنتي سرتي سرتي يا خزلاء ما معي شلانة ابنش وابن بطنش وهذا ابني والكل ابني من الرضاعة أيوة كمل الحليب وأنا صغير وذا حين كمل لي الغداء وأنا كبير معك أخت سلحفة سلمى عبي سلمى حملي سلمى مسكي سلمى سعم داحي مدري ما متحمله سعم منه خزان ولا غير اللي ترمي أنت هنا والكل كان وين جاكم هناك اوه هذا ثقل قوي على شفتي لاوي يا اخي علوي قد انا كبيره ما عدنا الصغيره هيا تفضلي يا اختي الكبيره يما تعالي شلي البرميل قد انا شطفح قم قم اتعلم من اخوكم قم وقف اختكم قالت يما ما قالت قم ماما قالت حد عسي يدي انت قاعد تطفحي صوتك هيا لما تطفحي هيا عاد انت ما قد طفحتي شوي يا يحيى هيا عينك اصبري يحيى اسكي خير مني خير مني يا جسد جسد رجع خليني اركز في عملي يا يحيى لحظه يما بسري بنش يما ما قد طفحت شوي ايوه يحيى لحظه يحيى طفحت لو ما نزحت الآن صرت عبينا الآن اضحك وافتهن
عشان انت ما بتتعبش وتصير تديمه من الغريب وتحملها فوق راسك. والله المستعان، ما نسخش نزعلش يا سلمى. هيا بسم الله بسم الله غدي بسم الله. بين اقول الان تديمه. هيا يلا تمام هيا بسم الله نتغدى الحين بعدين نتفاهم. بسم الله يحيى يما نتغدى وبعدين نتفاهم. سير الديمة. ما بين احس ان انت صادق في كلامك. بين اقول سير الديمة. احساسك صادق. سير الديمة يلا طلع. غدي كل داري انت تفعل هكذا ساعة كل مرة كل. يا سير حب ديمة سير الديمة سير عنا رواية سير الديمة البركة. هيا بنات هيا هيا. ياسين ياسين يا خبير يوي. اهلا 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 وسهلا يا حميد. هيا مالك صلي على النبي، ما معك مالك بتجالس بتخطط؟ ما بالله بين افكر ابنيها انا بيت لبشير. وين حتبنيها انا؟ الارض صغيره ما تكفيش البيت. بين افكر اوسع صلاه ارض علوي واخت الراويه. ما هو ما هو؟ ارض من؟ الظاهر انك نسيت ان عادم عيال اخي ولا ما هو؟ ما عادم مش عيال يا حميد، علوي قدور الجاء وراوي عاد قع مرت ابني. ها نسيت ما اقول لك، علوي قال ما عاد عايز ابوش اخته لان عادي صغيره. كيف عادي صغيره؟ قدي بالشله البارد يا الماء من القع لا فوق راسه وهو ما الماء. اتفاهم مع ابن اختك، انا ما عاد تفرقش معي. يا حي يا حما وش تدخل بين النسوان؟ اسا اس اسكتي يا نسوان. شو معلش انت جاي بسرعه نعد خسنا الجديده مستحيه. بنعبي لامي الست بكم مثلا المدرسه، حين رجعنا المدرسه بنعبي لها اربع، يعني 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 في اليوم بنعبي لها 10 دبي. ها دحين عندي سؤال. ايش؟ من اطول انت ولا الدبه؟ انا؟ ما لسانش اطول. خلاص اسالك سؤال ثاني. من ابيض انت ولا الدبه؟ انا؟ ما انا. يلا جنت سابق. يلا. يلا ها اسكي واحد. اثنين. ثلاثة. اسبقني ها. جينا نلعب في البيت قبل ما سلمى تجي صيح فوقنا. اوف مش اشروح البيت جدتي ذا الحين بتقول لي عجين خبزي. اوف الهرم اللي فيها، وانتي على سب تخبزي لزوجش لتعرسي غدوه واخرج من عندها وافتهن. ايش عاد تلبسي في عرسي؟ جالسه تلعبين وانا مريعه لكين. يلا انتوهي اوصل البيت وانت قبالي. او احنا جين ما نش داريه انت نخبر. ريحانة تحدث تسبقيني. ما أجمل العيش والدنيا بصحبتها، فاشكر لربك أبقاها وأحياك. الله الله عجبتك القصيدة؟ الله والطمع والجشع في عمك هذا كل شوي ودخل شبر ودخل شبر. شوف ساعة من قد وسع عرضه. ما لقيش احد يقول لما قم بعد الحد. يلا اما انا يا علوي لو ابعد الحد حقي هذا من الارض لا ادري بسرع اربع عمك قدي لها انا لو عنده شجره. لكن اسمع انا قد انا ضبحت ابن عمك هذا امانه امانه. لا ما تبصر لعمك هذا حل ولا تبصر لحد قسما بالله. لا لا ما هو ما عاد فعل ما هو. لا حك ظهري واجلس اكتب ما شبع. اي واحد حك الا انقد جلدك بيحكك بتدور مشاكل. ايوه ما أجمل إيش؟ ما أجمل الصبح في ريف اليمن حين يطلع. الله ما أجمل الصبح صدق ما أجمل الريف.
راوية أين أنت لا بالحين يا بنتي؟ جالسة من الصبح بتلعبي من بيت لبيت. ها أنا كنت مع ريحانة في بيتهم. ما معانا لا ريحانة، من الصبح ما تدفع لنا يا بنتي ولا مهرة. كل شي راوية، راوية عجني، راوية كنسي، راوية صبني. هي أعوذ بالله من هذا الجيل، جيل كسل. سبكتش؟ تعبت. ضم الأيام يا سد الغريب، هل من مجيب؟ إحنا السبب ولا الزمن أصبح غريب؟ صرنا جروح للوقت وأحزان السنين، هل باقي روح للكره ولا للخلاف؟ كم حلمي مات فينا ولا غير الحنين، متفرقين حتى من الفرحة نخاف. عمري الخلاص مكان بارود ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا أي العمر ضاع، أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. أي العمر ضاع، أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. تعود الحياة حتى تعود المياه، إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس. والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب، نفتح طريق